تجتمع فيه الصورتين يعني التشريع والحكم في نفس هو الوقت. أنا قلت لك في الكلام اسأل عن التنظير، أما الحكام فما نسأل عنهم. ليش؟ لأن هذا حكم عليهم بالكفر أو بالإسلام، وهذا يترك لأهل العلم الراسخين. ومن الأخطاء الموجودة بين الشباب أنهم أهلوا أنفسهم لأحكام التكفير اللي هو أصعب باب في الفقه. يعني الآن في الطهارة والحيض تسأل حرمة عن أحكام الحيض ما يدري عنه، لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو إخراج من الدين وإدخال، فتجده يتجرأ. لا، الحكم على المعين غير التنظير، تنظير المسألة. الحكم على المعين يحتاج إلى أنك تسأل أهل العلم فيه. أما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه، وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله، هو التأصيل. أما الحكم هذه مسألة ثانية، حكم هذا يرجع إلى أهل العلم، فإذا المسألة تحتاج إلى تفصيل. ولهذا تجد أن كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين، وهذا أصل مهم لطالب العلم، لأن طالب العلم يعرف بتحريه فيما يقول.